انه قرار ولازم ننفذ. وما نقولش الناس ما اضربتش، الناس ما اعتصمتش، الناس ما عملتش. ما لو كلنا قلنا كده مين اللي هيعمل؟ لو كلنا قعدنا مين اللي هيعمل؟ لازم يطلع قرار، والقرار ده القرار ده مش هتاخده اللجنه، القرار ده مش هتاخده اللجنه، القرار ده هياخده الدكاتره الموجودين. انتوا خدوا القرار، القرار يا اما اضراب يا اما اعتصام يا اما منع تسليم اوراق امتحانات. انتوا احرفوا القرار، بس لازم تاخدوا قرار النهارده، والقرار ما يبقاش اللي انا قلته. شكرا دكتور محمد. دكتور محمد ما تاخدوش قرار غير في الثلاثه دول، يا توقفوا يا تعملوا اضراب بجد. احنا نعمل القرار، احنا اللي في القاعه هم اللي يعملوا القرار، مش المنصه اللي تعمل القرار، مش المنصه ومش لجنه المؤتمر. القرار يا اما اضراب يا اما امتناع عن الامتحانات. خدوا القرار وننفذه، ومره والنبي نبقى رجاله وندافع عن حقنا، ندافع عن كرامتنا، ندافع عن الجامعه، ندافع عن البلد. دكتور محمد وصلت فكرتك. انا اسف، اقسم بالله كلمه مرتجله بسبب ان انا حسيت ان انا بنام معاكم. شكرا دكتور محمد. الرأي الأول والأخير في الاستبيان المعروض عليكم ولا قرار لمجلس إدارة المؤتمر. يا دكتور القرارات نابعة منكم شخصيا، وصلت فكرتك يا دكتور محمد، وهتعلن بمنتهى الشفافية كقرارات وليست توصيات. أمانة بنتحمل لجنة المؤتمر، ولازم نراجع ونشوف اللي قالوا إضراب قد إيه، واللي قالوا امتناع عن الامتحانات قد إيه. ولازم القرار يتاخد، ولازم يتنفذ اللي إحنا تحت هناخده، مش اللي فوق هياخدوه. شكرا. الاستبيان الموجود قدامنا يا جماعه. بعد اذنك يا دكتور ياود.